زائد الطلبة والطالبات الصف الثاني ثانوي. معادنا تاني مع منصة البث المباشر وزارة التربية والتعليم. هنكمل إن شاء الله مع بعضينا بقية المنهج، والفصل معانا الفصل الثاني النقل في الكائنات الحية. والنقل في الكائنات الحية أكيد طالما اتكلمت على الكائنات الحية فأنا هتكلم على النباتات وآخد مثال عليها، وعلى الحيوانات اللي هو الإنسان الراكب فيها كمثال ليها. هاخد الدرس الأول وهو النقل في النباتات. هاخد في النقل في النباتات البدائية والنقل في النباتات الراقية. نبدأ. طبعا قبل ما أبدأ أي درس احنا اتفقنا مع بعض السنة اللي فاتت على إن احنا عايزين نعرف ايه من الدرس ده، فبعرف هو طالب مني ايه بالظبط عشان اركز عليه. هو طالب منك ان هو تسترجع النقل في النباتات البدائيه وكمان النقل في النباتات الراقيه، وكمان بتتذكر تركيب الساق لنبات ذو فلقتين يعني البشره والقشره والاسطوانه الوعائيه. النقل في النباتات زي ما اتفقنا او في النبات، في عندي نباتات بدائية يعني جسمها بيتكون من خلية واحدة، وفي عندي نباتات بتتكون من أكتر من خلية بالظبط زي إيه؟ زي الحيوانات، زي براميسيوم واليوجلينا خلية واحدة، لكن الإنسان بيتكون من كام؟ من عدد من الخلايا. فأكيد كل ما الحاجة ارتقت في مستوى كل ما كانت محتاجة أجهزة أرقى. طيب النباتات البدائية وعندي النباتات الراقية. النباتات البدائية زي الطحالب زي البكتيريا، هل هي محتاجة جهاز؟ دي عبارة عن خلية، فالطحالب مثلا ما بتحتاجش طرق خاصة، مش محتاجة جهاز، ان هي مش هتنقل من هنا لهنا، مش هتنقل من تحت لفوق ومن الجنب للجنب اللي جنبها، لأ هي عبارة عن خلية، فبالتالي مش محتاجة طرق خاصة، مش محتاجة أجهزة معقدة لامتصاص إيه بقى؟ لامتصاص مواد أولية موجودة في البيئة زي مثلا غازات، ثاني أكسيد الكربون، أكسجين، ماء، أملاح، حاجات أولية موجودة في البيئة المحيطة بها، فبالتالي محتاجة بس طريقتين الانتشار والنقل النقل. طب تعالى معايا للنباتات الراقية. النباتات الراقية بقى تخدم في الغازات وفي الانتشار، تمام؟ طب في حاجة تانية، في محتاجة لنقل الماء ونقل المواد الغذائية المعقدة، هل هتحتاج برضه؟ لا، لأن هي زي النبات عندها جذر وساق وأوراق، أنسجة كتير، أعضاء كتير موجودة عندها، تمام؟ فبالتالي محتاجة أوعية متخصصة أو جهاز معقد شوية ومتخصص، لأن هي نبات راقي. جهاز النقل بتاعها هو عبارة عن الخشب واللحاء، يبقى الغازات اللي عندها عن طريق، أما باقي الحاجات اللي هي عايزة تنقلها اللي هي الغذاء المهمل عن طريق الخشب واللحاء. طيب احنا خدنا السنة الأولى ان الخشب بينقل لي ايه؟ ينقل ماء واملاح اللي هي بنسميها العصارة النيئة، ماء واملاح يعني عصارة نيئة. بينقلها منين؟ بينقلها من الجذر للساق للأوراق يعني من تحت لفوق، ودي العصارة النيئة. طب اللحاء؟ لا اللحاء بينقل لي ايه؟ بينقل لي العصارة الناضجة او الجاهزة اللي هنتكلم عليها، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلوكوز، عبارة عن نواتج البناء الضوئي. هينقلها منين بقى؟ من الاوراق الى ايه؟ الساق والجذر. فكر معايا كده وتخيل، انا دلوقتي عشان اقوم بعمليه البناء الضوئي زي ما اتفقنا في الدروس السابقه، امتص الماء او النبات بيمتص الماء والاملاح والمخصبات من التربه، تمام؟ وبياخذ من البيئه المحيطه به اللي حوالين النبات اللي هي الورقه،
بياخد ايه؟ بياخد ثاني اكسيد الكربون، وفي وجود طاقة ضوئية اللي هي الشمس بيعمل عملية البناء الضوئي، يقوم بعملية البناء الضوئي فينتج لي مين؟ الجلوكوز بقى ده احنا الاساسي اللي انا عايزاه اللي هو غذاء النبات، زائد الاكسجين اللي هو الناتج الثانوي والماء. طيب يرجع الجلوكوز عايز يدخل فين؟ للساق، ما هو ده الغذاء، عشان يدي اجزاء النبات المختلفة سواء الساق او الاوراق الغذاء بتاعه. يبقى ايه؟ ياخده الساق عن طريق الجهاز ده اللي هنعرف عن طريق اللحاء، اللحاء اللي جوه الساق يبدأ يوزع على النبات. إذا فأنا خدت الجذر، خد ماء وأملاح من تحت، طلع بيها على الساق للورقة، عملت عملية البناء الضوئي، كونت جلوكوز، رجعت تاني بقت تطلع وتنزل عن طريق اللحاء. يبقى عرفته؟ طيب هي الورقة ما فيهاش خشب والجذر ما فيهاش، لا فيهم، فيهم خشب عشان ينقلوا الايه الميه والاملاح للورقه. طيب طب هو انا قلت ان انا عايزه الخشب واللحاء ودول موجودين في الساق، طب ما انا قلت برضو ان الخشب موجود في الورقه والجذر، لكن هنا انا بتكلم على الساق، اشمعنى ركزت على الساق؟ اهم عضو عندي في النبات للنقل هو الساق، لان في خشب ولحاء. طب ما الورقة فيها خشب. لا بس الورقة بتقوم بوظيفة تانية أهم، عملية البناء الضوئي، والجذر بيقوم بوظيفة أولية أساسية عنده هي امتصاص الماء والأملاح. الساق بقى وظيفته الأولانية هي إيه؟ أو الأولية أو الأساسية هي النقل، لأن فيه الخشب واللحاء. في وظائف تانية يعني ممكن يقوم بعملية البناء الضوئي، لو هو ساق عشبي فيه بلاستيدة، بس دي وظيفة تانية. الورقة بتنقل وعندها خشب وبتنقل، بس دي وظيفة تانية، بس وظيفتها الأولانية الأساسية إيه؟ هي عملية البناء الضوئي. يبقى هنا أنا هركز على الساق اللي فيها الإيه؟ اللحاء، وفيها الخشب اللي هي بمعنى إن أنا بتكلم على أهم الوظيفة من وظائف الساق. عشان كده عشان أتكلم عليها لازم اخد قطاع عرضي عشان اشوف ايه هو الخشب واللحاء وازاي بيتم او بيتم عملية ايه النقل في الخشب وفي اللحاء، وبعد كده ان شاء الله هناخد اليات النقل. في النباتات الرقية زي ما اتفقنا انا هاخد قطاع عرضي في ساق نبات حديث ذو فلقتين. انا وضحت ليه اخدت الساق، لان اهم عملية بيقوم بيها هي عملية النقل، لان في خشب واللحاء. ما خدتش الورقة، ما خدتش الجذر، دي بتقوم بعملية بناء ضوئي مع نقل، لكن الأساسية بتاعتها هي بناء ضوئي. الجذر لا امتصاص، يبقى أنا عايزة الساق. طب ليه نبات حديث؟ ما احنا اتفقنا إن أنا مش هاخد كلمة وأعديها، لا أنا عايزة أعرف ليه كل كلمة ليها معنى. ليه نبات حديث وذو فلقتين؟ نبات حديث يعني في مرحلة النمو، يعني بيكون ريشة اللي هتكون لي الساق والجزير، يعني اول المعالم بتاع الساق بدأت تظهر، يعني الساق ما اكتملش نموه. ليه؟ انا عايزه اشوف في المرحله دي نموه، عشان هو لسه بينمو، انا مش عاوزاه يوصل لمرحله نمو، وانا عايزه اشوف ايه التجدد اللي بيحصل، ازاي بيحصل فيه نمو، انا عايزه اشوف المرحله دي. تمام. طيب عايزه اشوف اول حاجه اتكونت. طب ليه ذو فلقتين؟ أصل ذو فلقتين بيكون أكثر رقي من الفلقة الواحدة، وهعرف ليه. الفلقة الواحدة زي الرز، زي الذرة، يعني ما تقدرش تقسمها بإيديك كده تلاقيها منقسمة، لكن التانية زي إيه؟ الاتنين اللي هي أكثر رقيا اللي هي ذو فلقتين، الفول، الترمس، العدس، دي كلها ذات فلقتين. برضو أنا باخد ذات فلقتين، بص هنا معايا انا هشاور لك اهو، شايف الساق دي القطاع العرضي في الساق اهي، دي ذات فلقتين اقصى رقي. هتلاقي الحزم الوعائيه اللي هي عامله دي زي المثلث، قاعدته من بره والبوز بتاعه او المقدمه بتاعته من جوه
دي اسمها الحزم الوعائية، اهي مترتبة على ايه؟ على محيط الساق، منظمة مترتبة. فالحاجة المترتبة بتكون سهلة دراستها. اما بقى اهي انا مكبراها، ادي الحزمة الوعائية، سواء اللحاء والخشب اهو واضحين، اللي لونهم بيتي، لحاء خشب بينهم كامبيوم. هنا بقى قطاع عرضي في ساق نبات ذو فلقة واحدة. بص الحزم الوعائية، بص مش مترتبة ازاي، مبعثرة. فانا لما احب ادرس، احب ادرس الحاجة ايه اللي هي بتكون منظمة. بعد كده بنلاحظ ان في النص اللي هو ايه، النخاع بتاعي. طيب تمام، احنا بقى عايزين ندرس اوضح من كده، عايزين نعرف ازاي بتتكون برضو الساق. فانا عايزة ارسمها عشان اوضح كل حاجة. اهي هنا كمان بيوديني، اهي بيديني صورة، اهي ليزو فرقتين وذو الفلقة الواحدة، وحاجي الفلقة وثنائي الفلقتين، بنلاقيهم اتنين كده نقدر نقسمهم، لكن الفلقة الواحدة بتبقى واحدة بس. وهنا برضو بيوضح لي بالالوان اهو، قطاع عرضي في ساق ذو فلقتين، وبيتكلم على كل طبقة منهم وملونها، والرسمة واضحة وجميلة. وبيقول لي ان بره في البشرة، وبعدين القشرة، وبعدين الحزم الوعائية، وبعد كده موجودة عندي النخاع اللي هو الأبيض اللي في النص. طبعا هنشوف برسمة أوضح ومرسومة. انا عايزه اشوف تركيب الساق. اول حاجه في تركيب الساق هي البشره، اهي البشره. البشره دي عباره عن ايه؟ عن صف واحد من خلايا برانشيميه براميليه الشكل. شايفينها عامله ازاي؟ اهي البشره، انا مشاور عليها اهي، اهي بالماوس، براميليه الشكل. يا ترى ليه براميليه الشكل؟ عشان تاخد مساحه اكبر، تتعرض لاشعه الشمس اكتر. تمام، يبقى انا برميليه الشكل برانشيميه عشان تتعرض او تديني مساحه اكبر وتتعرض للشمس اكتر. مغطاه بطبقه زي شايفين كده، مغطاه بطبقه الكيوتين اللي هي الطبقه الشمعيه عشان تقلل من عمليه النتح. تمام، بس خلي بالك في ثغور. طيب يبقى البشره هي خلايا برانشيميه برميليه الشكل، وفوقيها الكيوتين مغطاه عشان يحمي النبات من فقد الماء. هل خلايا الجذري عليها كيوتين؟ لا طبعا، هي مش معرضه للشمس، وفي نفس الوقت هي بتعمل على امتصاص الماء والاملاح، فهي مش محتاجه طبقه شمعيه تمنع امتصاص الماء والاملاح. بعد كده الطبقه الثانيه هي طبقه القشره، وهي عباره عن خلايا كولانشيميه وخلايا برانشيمية وغلاف نشوي. هي ثلاث حاجات، كولانشيمية برانشيمية وغلاف نشوي. الكولانشيمية هي دائرية الشكل زي ما انا شايف، زي ما انت شايف كده. كولانشيمية بتكون مغلظة الأرقام زي ما أخدناها في أولى ثانوي، عشان تدي إيه؟ عشان تدي تدعيم، حماية، كمان تبقى ليونة. يعني مثلا ساق الملوخية، ساق الملوخية لو هو ناشف قوي، صلب، لو هو صلب ما فيهوش ليونه، مع اي هواء جامد هيتكسر. لو انت حاولت تكسره مش هيتكسر، تلاقيه صعب، لكن تقطعه صح. فهنا انا بدي تدعيم وحمايه وليونه، عشان كده هو محاط بايه؟ بالسليلوز من جميع الارقام. الكولانشيمي هو محاط بايه، او مغلظ الارقام بالسليلوز اللي بيديه تدعيم وحمايه وليونه في نفس الوقت. تمام، فما بتتكسرش من الهواء. طيب بعد كده انا عندي اهي خلايا برانشيميه ما بينها مسافات بينيه فراغات، ودي هي عباره عن خلايا رقيقه الجدار، اهي مش مغلظه، وفي نفس الوقت المسافات عامله ما بينها فراغ. يبقى اكيد طالما في مسافات بينيه وفيها فراغات، اذا انا بتكلم على ايه؟ على وظيفه او مسؤوليه ايه؟ التهويه. يبقى الخلايا البرانشيميه هنا وظيفتها التهويه، اللي فوق كان حمايه ودعامه وليونه، اللي تحت كانت وظيفتها ايه؟ التهويه. الغلاف النشوي اهو، اللي هو الاسود المنقط ده،
وظيفته هو عبارة عن طبقة واحدة أولا أو صف واحد، وخلايا مترصة بجانب بعضها كده، تمام، مسؤولة عن تخزين النشا، شكلها مستطيل طبعا. هنا بقى في حاجة، لو جالك في الامتحان وقالك أنا حطيت يود على الجزء بتاع قشرة الساق، أنا اللي هيتلون أكيد اللي فيه إيه؟ الغلاف النشوي، صح؟ لأن إيه؟ النشا مع اليود بيدي اللون الأزرق. بعد كده هدخل على اللون الأزرق المضلع دوت اللي هو البري سايكل، والبري سايكل ده تعرف إن على طول إن هو مرتبط بوجود الحزمة الوعائية. قال لك بري سايكل يعني على طول تقول إن في حزمة وعائية. البري سايكل ده عبارة عن إيه؟ مجموعة من الخلايا المضلعة، أنت شايفها هي مضلعة، تمام؟ برانشيمية متبادلة مع ألياف أو خلايا ليفية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني موجود خلايا برانشيمية مضلعة، تمام، مغلظة، تمام، عشان كنوع من أنواع التدعيم، وقدامها تخيل كده قدام الخلية، يبقى خلية ورا هي الخلية اللي موجودة عندي في الريسايكل عبارة عن خلايا برانشيمية، قدامها كده كأنها قدام كده حاجة، قدامها هي عبارة عن ألياف طويلة، يبقى كل خلية برانشيمية قدامها ليفة أو ألياف، برضو ده نوع من التدعيم، حماية للي جاي بعدها اللي هو إيه؟ اللحاء، هي بتحمي اللي جاي قدامها اللي بعدها. الخلايا أو الألياف اللي هي قدام الخلايا البرانشيمية دي المضلعة عبارة عن ألياف طويلة، وهي نوع من الخلايا الاسكلرانشيمية اللي احنا كنا دارسينها، اللي عبارة عن مدعمة بالسليلوز واللجنين، حاجات صلبة، كل ده عشان الحماية والتدعيم، تقوية، تحمي، تمام. طب هي ليه وضعت أمام ال يعني تبص تلاقي إن في حزمة وعائية، اللحاء جاي أهو، والخشب والكمبيوم، ليه وضعت قدامهم؟ ليه قبلهم؟ احنا بنسميها امامهم. ليه امام الحزمه؟ عشان تحميها، عشان تدعمها، عشان تديها صلابه، عشان تديها قوه وتدعيم. طيب ندخل بقى على ايه؟ على الاسطوانه الوعائيه زي ما انا قلت لك، اللي هي بدايتها البريسايكل، وبعدين الحزمه الوعائيه بما تحتويه من لحاء وكامبيوم وخشب، وبعد كده النخاع والأشعة النخاعية المنتشرة. هنا أنا ذكرت كلمة أسطوانة وعائية وحزمة وعائية، هو إيه الفرق ما بينهم؟ الأسطوانة الوعائية بداية من البريسايكل حتى إيه؟ تاخد جواها إيه؟ الحزمة الوعائية، وجواها النخاع والأشعة النخاعية. يعني معنى كده إن الأسطوانة الوعائية هي أشمل من الحزمة؟ أيوة، لأن الحزمة جزء من الأسطوانة، دي الأسطوانة فيها بريسايكل بدايتها، وبعدين الحزمة جواها، وبعدين فيها النخاع والأشعة النخاعية، والحزمة بتحتوي على خشب ولحاء وكامبي، تمام. نتكلم بقى على الحزمة، احنا خدنا هي البريسايكل بداية الأسطوانة، نتكلم بقى على الحزمة، التاني حاجة اللي في الأسطوانة، الحزمة الوعائية بدايتها اللحاء، واللحاء عندي عبارة عن إيه؟ اللحاء عندي عبارة عن أنابيب غربالية وخلايا مرافقة. إيه الأنابيب الغربالية وإيه الخلايا المرافقة؟ رغم إن إحنا خدناها في أولى ثانوي بس هنراجعها تاني. الخلايا الغربالية هي الخلايا المرافقة، وبتبقى جنبها الخلية الإيه المرافقة. طيب إحنا هنشوف بعد كده صورة واضحة ليها، بس هنتكلم وأكمل بقية شرح الإيه تركيب الساق. الأنابيب الغربالية هي خلايا مستطيلة، ولو بصيت عليها في سنة أولى كنا قلنا إيه؟ عبارة خلايا ورا بعضها بتفصل ما بينهم طبعا الجدر، الجدر اللي بتفصل ما بين الأنابيب وبعضها جدر مستعرضة مثقبة بتسمى الصفائح أو الحواجز الغربالية، تمام كده؟ طيب عشان يتخللها، تخلل الثقوب دي
الخيوط السيتوبلازمية معندوش فيه كتلة بروتوسميلية، هنا بقى السيتوبلازم ظهر. فأوضحت في الصورة هنا تركيب اللحاء، أنابيب غربالية، خلايا مستطيلة زي ما احنا اتفقنا، وخلايا مرافقة وهي النواة والريبوسومات جواها والميتوكوندريا. أنا بس عايزة الصورة، شايفينها أهو؟ أدي اللحاء، عندي خلايا مستطيلة، الصفائح الغربالية اللي هي بتفصل، اللي هي الحواجز المستعرضة دي اللي هي بتفصل ما بين الخلية والتانية، اتثقبت. طب ليه مثقبة؟ محدش فكر ليه إن هي مثقبة؟ هقولك دلوقتي، أنا بنقل اللحاء، بينقل إيه؟ الغذاء، جلوكوز، نواتج عملية البناء الضوئي، تمام؟ العصارة الجاهزة الناضجة. لو مفيش حواجز مثقبة، مش هيبقى فيه جاذبية أرضية هتنزل سريعا. فهو عمل، سبحان الله، ربنا عمل ثقوب بحيث ايه، ما شالهاش خالص، خلاها مثقبة تنزل ببطء شوية، فبالتالي نقدر الخلايا الجانبية اللي هنا تبدأ تاخد الغذاء بتاعها، يبقى فيه وقت بسيط فيه نزولها، ما تنزلش بسرعة زي ما يكون ايه دايما في الطرق يقولك احنا بنحط مطبات ليه؟ عشان يهدي العربيات. هو ده زي المطب كده، يهدي نزول السيتوبلازم، فبالتالي الخلايا تقدر تستفيد بالغذاء اللي فوق واللي تحت. نرجع تاني. بعد كده في الحزم الوعائية في عندي الخشب، وانا هتكلم طبعا برضو بالتفصيل عن الخشب. بعد كده في النخاع اللي هو في المركز، وفي النخاع طبعا منتشر ما بين الخلايا الخشبة، بنسميها الأشعة النخاعية، عامل زي الإشعاع كده. طبعا هتكلم بالتفصيل، بس دلوقتي في معلومة بيقول لك إيه، هل تعلم إذا ثبتنا مسمار في ساق شجرة على ارتفاع مترين سيظل على الارتفاع نفسه مهما نمت الشجرة؟ ليه؟ يعني لو جيت كده في شجرة وحطيت مسمار على بعد ارتفاع مترين من الأرض، تمام، وسبتها وجيت بعد كام سنة هتلاقيها في نفس الارتفاع مترين، رغم إن الشجرة كبرت أو النخلة كبرت. طب ليه؟ إحنا اتفقنا إن معظم السوق أو الجذور عندها قمم نامية، القمة دي فين؟ لو في الساق تبقى أعلى الساق، يبقى هو بينمو فين؟ بينمو لفوق، من فوق بينمو مش من تحت. لكن الجذر بينمو منين؟ من آخر الجذر برضو لتحت، عكس اتجاه الأرض. يبقى معنى كده إن أنا بأطلع بالشجرة من فوق، مش من بداية الشجرة من عند التربة، لأ، من القمة في أعلى النخلة أو أعلى الشجرة في القمة فوق، فبالتالي بتعلى من فوق، تطول من فوق، تمام؟ اللي هي بتنتج من الأنسجة المولدة كمية أنسجة أولية جديدة، فبتفضل الإيه المسمار في نفس المكان. وفي كمان نمو إيه قطري، اللي هو النمو في حجم أو قطر النبات، ده برضو حاجات تانية هنشوفها دلوقتي، لكن أنا دلوقتي بتكلم على المسمار. ليه ما طلعش فوق؟ لأن في قمة نامية من فوق، وفي الجذر في قمة تحت، في الجذر برضو بإيه بينمو لتحت، تمام؟ دي معلومة تحب تعرفها. نرجع تاني لتركيب اللحاء بالتفصيل، اللي هو داخل الحزمة الوعائية اللي داخل الاسطوانة اللي بعد البريسايكل في الاسطوانة الوعائية. تركيب اللحاء قلت ان هو انابيب غربالية اللي هي الخلايا المستطيلة اللي عندي دي، والجدر العرضية عندي مثقبة، قلنا عشان تعمل ايه عملية تهدئة لإيه لنزول أو طلوع الإيه العصارة، فبتستفيد أكتر النباتات من الغذاء. طب الخلايا المرافقة اللي عندي، شايفين الرسمة الحمراء دي؟ آدي الخلية المرافقة. لما هنا شالت النواة اللي هي بتتحكم في جميع العمليات الحيوية، فأنا محتاجة طاقة، أنا محتاجة أكل، أنا محتاجة حاجة تنظم لي العمليات، أعمل إيه؟ في خلية مرافقة أهي، اللي هي الخلية المرافقة دي اللي لونها لبني اللي فيها نواة، بتمد لي الخلايا الغربالية بالطاقة اللازمة. أصل الخلية المرافقة فيها نواة وفيها ريبوسومات عشان تكون بروتين،
وفيها ميتوكوندريا عشان الطاقة، عشان أنا عايزة أوصل الغذاء والمية محتاجة طاقة، الريبوسومات عشان أكون البروتين والأنزيمات. طب والنواة عشان أنظم العمليات الحيوية اللي موجودة عندي، كمان للأنابيب الغربالية، أنا بساعد الأنبوبة الغربالية. بص بقى في الصورة، في المقطع اللي فوق عندي أهو واضحة. لو أنا عملت قطاع عرجي في إيه؟ اللحاء أهو، بنلاقيه أهو الصحيحة الغربالية المثقبة في الأبيض والأسود أهي، نقطة زي الأحمر بالظبط أهي، والخلية المرافقة أهي جنبها اللي بتمدها بالطاقة اللي بتنظم لها العمليات. تمام؟ أهي صفيحة غربالية، وعاملة كلمة غربالية جاية من غربال، غربال اللي هو كانوا بيستعملوه زمان في تنظيف الدقيق أو أي حاجة، ويقعدوا يقولك بنغربل الدقيق عشان نطلع منه إيه الحاجات اللي هي مش حلوة، زي الصوص، زي الطين، زي الحاجات دي، فهي مخرمة بالظبط زي إيه الغربال أو زي المصفى. تمام؟ هنا كاتب لي بيقول لي ايه، لماذا الصفائح الغربالية مثقبة؟ وانا قلت ليه مثقبة، عشان هدئ من ايه، من حركة السيتوبلازم او الخيوط السيتوبلازمية اللي طالعة ونازلة، يكون في افادة اكتر للنبات في ان هو ايه يستفيد بالغذاء اللي طالع، سواء الغذاء او الماء. طب هل نقل العصارة الجاهزة او الغذاء المهضوم او الناضجة بس من فوق لتحت؟ اصل انا عارفه ان الخشب بينقل الميه والاملاح من تحت لفوق، هل اللحاء بينقلها من فوق لتحت فقط؟ لا، اللحاء بالذات بينقل من فوق لتحت وتحت لفوق، ازدواج الاتجاه. ليه؟ انا عندي ورقه في قمه النبات عملت عمليه البناء الضوئي، عايزه توصل الغذاء مثلا للورقه اللي تحتها او جزء من الساق اللي تحته، ورقة تانية في الصف الثالث من تحت عايزة توصل للي فوق وعايزة توصل للي تحتها. إذا فأنا بوصل من فوق لتحت وتحت لفوق، لأن الغذاء وصله لجميع أجزاء النبات، وبيبقى عندي مثلا فوق ورقة محتاجة، تحت ورقة محتاجة غذاء، فبنزل لها اللي تحت طلعت غذاء، اللي فوق محتاجة غذاء فبتطلع لها. يبقى نقل العصارة من فوق لتحت ومن تحت لفوق، ده اللي هو إيه اللحاء. طب تركيب الخشب اللي هو تاني حاجة في الحزمة الوعائية. تمام؟ تركيب الخشب بيتركب من ايه؟ من أوعية ومن قصيبات، من أوعية ومن قصيبات. تمام. طب بيتركب من ايه الأوعية؟ الأوعية دي عبارة عن سلسلة من الخلايا الأسطوانية طويلة تتصل نهاية كل منها بالأخرى، ومش مفروض إن هي فيها جدار، يعني أي خلية مش بيفصلها جدار عن الخلية اللي بعدها. تمام. بس هنا في مراحل تكوينها، تكوين الوعاء الخشبي، الجدر دي بتتكسر، اللي هي الجدر العرضية اللي عندي بتتكسر. تمام. وتبدأ تختفي الكتلة البروتوبلازمية اللي احنا قلنا عبارة عن ايه، عن سيتوبلازم ونواة، فتصبح الخلايا فاتحة على بعض، ما هي الجدر كلها ايه، بقت الخلايا منفذة على بعض، الجدر العرضية اختفت والكتلة البروتوبلازمية اتشالت. تمام. طيب اصبحت زي ماسورة بالظبط، زي ماسورة، وهيتغلص الجدار السليلوزي بتاعها بمادة اللجنين الصلبة اللي هو غير منفذ للمية، وهتموت محتويات اللي هي البروتوبلازمية اللي هي السيتوبلازم والنواة، هتكون لي أنبوبة جافة. الله. طب هنقل ازاي اذا كان خشب ده بينقل المية والأملاح، وانتي قلتي لي ان هو اتغلظ بمادة اللجنين؟ لا، خلي بالك ده فيه هنا نقر على الأوعية وليس ثقوب، ما اقدرش اقول ثقوب، هي نقر. ليه نقر؟ لان لو انا قلت ثقب فانا ممكن زي لما بقول حاجه مثقبه، يعني انا ممكن ادخل صبعي يطلع الناحيه التانية،
لكن نقر انا بقول مادة اللجنين مش موجودة في الحتة دي، لكن غشاء والجدار موجودين بتوع الخلية الطويلة دي، فما اقدرش اقول انها مثقبة. مثقبة يعني بتدخل صبعك وتطلعه من الناحية التانية زي ما بنقول ايه مخرومة، لكن انا ما اقدرش اقول كده، انا بقول ايه نقر. نقر لان في لسه الجدار والغشاء بتاع الخلية. النقر اللي في الاوعية عندي نقر اقل، يعني النقر بتاعتها اقل من اللي موجوده في القصيبات. طب تعالى على القصيبه، القصيبات بتشبه الاوعيه زيها، بس هي عباره عن خليه واحده. عباره عن خليه دي بتكون خليه خماسيه او سداسيه، وبتلاقيها مسحوبه الطرفين. النقر هنا اكتر من النقر اللي موجوده في الاوعيه. ليه؟ ليه انا عايزه انقل صح؟ وانا قلت هنا ان هي مسحوبه الطرفين وهي عبارة عن خلية ومسدودة من هنا ومسدودة من هنا. طب أنا هنقل المية والأملاح إزاي اللي موجودة فيها؟ عن طريق النقر دي. عشان كده أنا قلت محتاجة نقر أكتر من اللي موجودة في الأوعية. يبقى النقر ليه موجودة؟ عشان أعمل عملية النقل الماء والأملاح، لأن هي الخشب بيساعد في نقل الماء والأملاح. هيجي حد ويقولي طب يا ميس، طب لو سمحتي، طب ليه اتلاشت الكتلة البروتوبلازمية؟ وهل طب ده ازاي هو اتكون وكده؟ هقول لك في مراحل تكوينه، يعني في البدائيات بتاعته في اول تكوينه كان في نواة وسيتوبلازم، بعدين تلاشت، تلاشت خلاص ومش محتاجها، هو عايز بقى يبقى وعاء ناقل مش محتاج اي حاجة تانية. وهنتغلص الجدر بمادة اللجنين عشان تدي صلابة، هتتغلص في كل الجدار ما عدا ايه نقر، اماكن معينة بنسميها النقر. طيب الاوعية دي اسطوانية زي ما بنقول ومفتوحة الطرفين، وهي اكثر اتساعا من القصيبات، ولكن القصيبات فيها نقر اكتر. كده بقى الرسمات بتاعتنا، ادي تركيب الخشب شايفينه، دي النقر الموجودة عليها، ودي القصيبات، الجدر المثقبة هو هنا بينها نقط، وآجي الإيه القصيبات أهي، خلية واحدة مسحوبة الطرفين مغلقة، فعشان تنقل مية أكتر بيحصل إيه، بيبقى فيها النقر أكتر من النقر اللي موجودة فين في الأوعية، لأن هي مفتوحة الطرفين، هي كمان مفتوحة وفيها نقر. تمام. طب النقر دي لها اشكال؟ اه لها اشكال، ده في شكل النقر كده بيديه مثلا شكل ايه، منقر، شبكي، سلمي، حلزوني، دائري، ده شكل النقر. التغليظات بتاعت اللجنين والنقر اللي ما فيهاش لجنين فبيديني شكل من بره كده، اشكال حلزونيه دائريه، فبنديها نفس الاسم. طيب في حاجه تالته في الخشب؟ اه في برانشيما الخشب، هي صفوف من خلايا برانشيمية توجد بين أوعية الخشب. تمام. في حاجة بقى كامبيوم، اللي هو ما بين الإيه في الرسمة، ما بين اللحاء وما بين الخشب في الحزمة الوعائية، إيه فايدته؟ الكامبيوم ليه فايدة، اللي هي إيه، إن هو يعطي لحاء خشب لتحت، يعني هو اللي بيجدد الايه اللحاء والخشب، هو عبارة عن صف او اكثر من الخلايا الايه المنستيمية الانشائية اللي بتوجد ما بين اللحاء والخشب. لو رجعنا للصورة تاني اهي عشان نوضح، الاولانية اللي فيها الرسمة الجميلة اهي، شايفين ادي الكامبيوم بيدي لحاء لفوق للخارج، وبيدي خشب لفين؟ للداخل. تمام. بيدي خشب ثانوي للداخل، والخشب القديم اللي هو الاولي بيبقى تحت، وبيدي لحاء. يبقى انا عندي في الحزمة عندي لحاء، كامبيوم، وخشب. بتنقسم من خلايا بتاعت الكامبيوم اللي هي عبارة عن خلايا انشائية منستيمية موجودة ما بين اللحاء والخشب، بتعطي لحاء ثانوي لفوق او لجهة الخارج اهي، بتدي اهو فوق لحاء ثانوي،
وخشب ثانوي من الجهة السفلى. نرجع تاني بقى لتركيب الخشب. وقلنا ان هو في اشكال اللي هي الملونة دي، سواء سلمي سواء حلزوني، في كمان صورة تانية من الاشكال اللي طبعا عرفنا ان الخشب بينقل العصارة اللي هي الماء والاملاح النيئة، اللي هي العصارة النيئة اللي هي الماء والاملاح، من اسفل لاعلى، من الجلد للساق والاوراق. في رسمة تانية برضو في تركيب الخشب، بص الجمال اهو، ادي اوعية الخشب وادي خصيبات، ادي اوعية الخشب وادي الخصيبات، شايفين جميل جدا باين واضح. طبعا هو هنا جايب لي الزرع وجايب لي نسيج الخشب اهو، مفيش جدر عرضية، مادة اللبنين مترصبة، عبارة عن حاجة فاضية زي وعاء، زي ماسورة بتنقل الماء من تحت لفوق. اما اللحاء اهو مصور لي، وادي الثقوب بتاعة الحواجز الغربالية، وبينقل الغذاء لفوق ولتحت. تمام كده، يبقى انهينا الدرس بتاعنا النهاردة ان شاء الله، بس في تكملة سوري الاسطوانة الوعائية هنتكلم عليها. النخاع وهو عبارة عن خلايا برانشيمية بتوجد في مركز الساق، خلايا برانشيمية بتوجد في مركز الساق، ودي وظيفتها التخزين. واحنا شفناها في الرسمة اللي كانت حتة البيضة دي خالص اللي هي الفراغ، ودي وظيفتها التخزين. اما الاشعه النخاعيه اللي هي الخلايا البرانشيميه اللي بتمتد ما بين الحزمه والحزم الثانيه، الحزم الوعائيه اللي جنب بعضها، في ما بينهم النخاع، فبتعمل على هيئه اشكال زي ايه؟ زي الاشعه، وهي بتصل ما بين القشره والنخاع. هنختبر نفسنا بقى ببعض الاسئله كاسئله تقويميه. اول سؤال، في النباتات الوعائيه عاده ما تنقل نواتج البناء الضوئي من خلال الانابيب الغرباليه. طالما قال لي وعائيه يبقى نبات رقل، نبات رقل بتنقل نواتج البناء الضوئي من خلال الانابيب الغرباليه يعني اللحاء، وهذا النقل يجري في او يجرى في وجود هل خلايا المرافقه، هل الكامبيوم، هل اوعيه الخشب، هل القصيبات. سؤال، في النباتات الوعائيه عادة ما تنقل نواتج البناء الضوئي من خلال الأنابيب الغربالية، وهذا النقل يجرى في وجود خلايا مرافقة، كامبيوم، أوعية الخشب، ولا القصيبات. في خلايا المرافقة. تمام، كامبيوم زي ما اتفقنا هو بينتج خلايا ميريستيمية إنشائية، بتنتج لحاء ثانوي وخشب ثانوي للخارج وللداخل، ملوش دعوة خالص. أوعية الخشب، قصيبات، يبقى لازم إيه؟ طالما أنابيب غربالية يبقى لازم الخلايا المرافقة، نتكلم عن اللحاء. السؤال الثاني، أي من الآتي يمكن أن يكون نتيجة واضحة إذا افتقرت الصفائح الغربالية إلى الثقوب، اللي هي الجدر اللي موجودة في الأنابيب الغربالية. يبقى أي من الآتي يمكن أن يكون نتيجة واضحة إذا افتقرت الصفائح الغربالية إلى الثقوب؟ تصبح النباتات أكثر متانة، ولا لن يصل الماء إلى الأوراق، ولا لن تحصل أجزاء النبات على المغذيات الناتجة من البناء الضوئي، ولا ينخفض معدل النتح. يا ترى إيه؟ لن تحصل أجزاء النبات على المغذيات الناتجة من البناء الضوئي. أنت بتتكلمني على إيه دلوقتي؟ على اللحاء، مفهوش صفائح غربالية، افتقر، يبقى افتقرت يعني مش موجودة، اصبحت كلها حته واحده ما فيهاش ثقوب. ايه اللي هيحصل؟ هل هيطلع الغذاء لفوق ولتحت؟ لا، يبقى لن تحصل اجزاء النباتات على المغذيات الناتجه من ايه؟ من البناء الضوئي. السؤال الثالث، اي مما ياتي لا ينطبق على النخاع سيقان النباتات الثنائيه الفرقه؟ هل بيتكون من خلايا برانشيميه، ولا يوجد في الجزء المركزي من الساق، ولا له دور في التخزين، ولا جدرانه الخارجية مغطاة بطبقة الكيوتيكل؟ هل يتكون من خلايا برانشيمية، ولا يوجد في الجزء المركزي من الساق،
ولا له دور في التخزين، ولا جداره خارجية مغطاة بطبقة كيوتيكل؟ ايه اللي لا ينطبق؟ نقرا صح، لا ينطبق على نخاع سيقان النباتات ثنائية الفرق. جدرانه الخارجية مغطاة بطبقة الكيوتيكل، ولا ينطبق عليه ده لأن هو يتكون من خلايا برانشيمية، يوجد في الجزء المركزي من الساق جوه الساق، وله دور في التخزين. يبقى اكيد الحاجه اللي هي لا تنطبق عليها ان جدرانه الخارجيه مغطاه بطبقه الكيوتيكل. تمام. طيب عاده لما بتكون في سؤال انت مش عارف الاجابه بتاعته، حاول تستبعد 3 اجابات، يبقى اكيد الاجابه الرابعه هي الصحيحه. اي مما ياتي نوع من الانسجه يمكن ان يزيد قطر ساق النبات؟ هل البشره، هل الخشب، هل اللحاء، هل الكامبيوم؟ احنا هنستبعد حاجات، بشرة، خشب، لحاء، كامبيوم. كامبيوم. انا اتفقت معاك ان انا لما احط ايه، لما احط مسمار على بعد مترين في الساق، الساق بتنمو من فوق، هيفضل المسمار على بعد مترين، صح؟ لكن الكامبيوم هنا اللي بيديني لحاء للخارج ثانوي، وبيديني خشب للداخل للمركز ثانوي، بيعمل ايه؟ بيزيد من قطر النبات. يعني ايه قطر النبات؟ يعني بيزيد من حجمه، يعني بدل ما كان هو القطر بتاعه 5 سنتي مثلا، هيبقى 6، هيبقى 7، هيبقى 10. النمو بتاع النبات، بس هيبقى النمو ايه؟ العرضي مش الطولي. يبقى في حاجات مسؤولة عن النمو طول النبات او الطولي، اللي هو القمم، سواء قمه في الساق، سواء في اخر الساق، اما قمه في اخر الجذر من تحت. في حاجه مسؤوله عن القطر ساق النبات، القطر بتاعه، المساحه العرضيه بتاعته، عن حجمه، بيضخم، بيكبر، بيعرض، زي ما بنقول. ملناش دعوه بالطول بقى، ملناش دعوه. هل البشره؟ لا طبعا، البشره دي برانشيميه برميليه، وعايزه اكبر كميه من الايه، من الطاقه. الخشب؟ لا، الخشب هو محتاج ان هو ينقل املاح. طب اللحاء برضو بينقل الغذاء فقط. الكامبيوم هو اللي بيديني اللحاء من الخارج، لحاء ثانوي الخارج وخشب ثانوي، فبيزيد من مساحه القطر بتاع النواه، بتاع النبات. تمام. وبكده احنا انتهينا من الاسئله، وكان معاكم الدكتوره صوفيا محمد مع تمنيات الاداره العامه لوزارة التربية والتعليم بالتفوق والنجاح إن شاء الله.